انت عندك امنية انت بقى؟ بصراحة عندي أمنية، وأمنية كبيرة كمان. ايه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح، ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما والله لازم بجد لازم النادي الاهلي ياخدك دلوقتي يا احمد، دلوقتي واحنا قاعدين كده. خلاص انت هتطلع من هنا على المايو على طول. لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان، ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه، مش كده؟ مظبوط. وبتحب الجمبري وال لا خلي الموضوع ده بعدين بقى. يعني النادي الاهلي تلاقيه دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا. ايوه طبعا، عشان انا سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح. صحيح. طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. عايز حاجه تاني يا احمد؟ لا. ها؟ يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني؟ ربنا يكرمك.